يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة، محمد يا صلي يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي عليه عن المشايخ، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي فارحم والدينا، وارحمنا جميعا، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي يا سامع دعانا، صلي عليه وسلم، يا ربي صلي.
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما نصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي طالب البعث الوارث المنح السالف الله عليه عالم الكين والبين والزيل والذاهب يسبه الآفل والميل والطال والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقم بين نادم والتائب وخيف لنفسه وعاتب وبق من الذنوب إليه هارب فليزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خايب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وأرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأصفياء وأكرم الحبائب. الله
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه له آدم عليه السلام. قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب الله عليه. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار الله عليه ونشرت على رأسه العصايب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويأكله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحايب صلى الله عليه فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع الطباق الثاقب صلى الله عليه قدمه قبلهما البعير فزلا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذو حنين حزين النادم صلى الله عليه يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يسمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب بركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب صلى الله عليه بموكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين وصل إلى قاب قوسين كنت لهوان النديمة والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكم بشرى الإجابة والقبول الفضل الجزيل لكم بشرى
الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح به رد حديثين ورد نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميئا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله ابن سيدنا العباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام صلى الله عليه يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه صلى الله عليه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبويا وهما لم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقرا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الهبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي